بتعملي هيك؟ هاد مو عادل. يعني انتي دائما بتشتغلي مشان غيرك. متأكدة انك ما اكلتي شي من الصبح؟ خلص انا رح اكل بعدين، لو سمحتي انتي كلي. لا 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 لا، انا ما رح اسمع منك ولا كلمة. وقفي هون هلأ بدون ما تحكي وكلي يلا. تمام. تعرفي بين سيئة، بس أنا مو سيئة. الكل عم يقولوا إني بأذي بس مو مزبوط. يعني بدك الصراحة، عائلتكن وعائلتنا مختلفين عن بعض. وصح إنه أنا كمان ما كان بدي إياكي تتزوجي من شوريا. أنا كنت ضدكم، وكمان ماني مبسوطة كتير بوجودي بهذا اليوم. ما شفتي بعينك كيف أنا تمسخرت على عيلتك لما عطونا هدوك الهدايا؟ جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.